السلام عليكم السلام ورحمة عليكم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. يا شيخ، أنا مطلقة. حلمت اليوم، أتوقع الظهر أو كذا على الصبح، ما أدري. المهم إني حلمت اليوم كأني فتحت الباب الأمير، اسمه مشاري بن سعود. كأني فتحت له الباب وكأني صافحته كذا، سلمت عليه وكأني دخلت جوا البيت، وكانوا أهلي يعني جالسين، يعني بنات عماتي كذا، كأنهم جالسين يعني، كأن دخلت وجلس يعني، وكأن قدامنا كذا زي الكيك أو حلا زي كذا وقهوة زي كذا، وجلست يعني أنا وكأني أناظر فيه بس كذا وانتهى المنام. عندك أولاد بينك وبين طليقك؟ في أولاد لا، بينكم؟ عندي بس بنت صغيرة، بس عندي بنت صغيرة عمرها 4 سنين بس، مطلقة من أمتى أختي؟ مطلقة لي يعني من فترة، يعني من شهر 4 يعني، وأنا يعني في أمنية أبيها شهرين تحقق يعني؟ يعني. لا لا، من أكثر من شهرين، شهر 4 هجري. 24. نعم، في نية أو رغبة أختي الكريمة لرجوعك لطليقك ولا لا؟ لا والله، أنا يا شيخ أدعي إن ربي يعوضني بشخص أنا جالسة أتمناه يعني، جالسة أدعي يعني. أبشري 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 أبشري. إيه، لو كنت أخبرتيني إن في نية لرجوعك لطليقك كنت هقول لك إن رؤيتك كاذبة، ولكن كده رؤيتك صادقة، فأبشري يا أختي الكريمة. يعني هو إيه، نفس الشخص اللي في دخول بالي يا شيخ؟ هو شخص له مكانة مرموقة وهو أفضل من طليقك، أنا لا أعرفه هذا الشخص، ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يعوضك بزوج صالح ميسور الحال، يكون أفضل بطليقك بأضعاف أضعاف إن شاء الله. دخوله إلى الحمد لله. البيت ووجود كيك وكل ما دار في المنام يعبر عن هذا الشخص، إن شاء الله يكون ميسور الحال ويكون صالحا ويعوضك الله فيه خيرا ورزقا وسعادة، فأبشر. الحمد لله يا شيخ. طيب، جزاك الله أقول لك خير. منام ثاني قصير ولا ما ينفع؟ يعني لا، متاح أختي الكريم، ولكن بعد استقبال جست آخر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا شيخ، جزاك الله خير، جزاك الله جزاك خير. الله خير. الله يبارك.